بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا فيكم في محاضراتنا المتجددة، واليوم بدنا نكمل في الأنتيكواجلانس والأدوية المتأثرة على الدم. الدواء الثاني، إحنا المحاضرة السابقة حكينا عن الوارفرين، فبدنا نحكي اليوم عن الهيبارين اللي هو برضه أنتيكواجلانت. الهيبارين اللي هو جسمنا بيفرز جزء منه، هو أحد العوامل ليش دمنا بتجلطش داخل الأوعية الدموية، جنب إنه بما إنه الدم في حركة مستمرة دائما بتحرك، وإنه التجويف تبع البلاد فيزلز ناعم وأملس فبيساعدش على تجلط الدم، وبالتالي لما بصير إحنا لما قلنا بندي أدوية إيريتنت قلنا بتعمل إيريتيشن وإنفلاميشن في المكان اللي فيه الكانولا، فبصير إنه البلاد فيزلز هذا اللي كان أملس وناعم بصير خشن، فبدأت يبدأ تتراكم عليه البليتلتس فبتجلط. إذا حركة الدم الدائمة، نعومة طب البلاد فيزل من الداخل، والعامل الثالث إنه جسمنا يفرز كمية بسيطة من الهيبارين، هذول العوامل بتمنع تجلط الدم داخل جسمنا، وبالتالي في دمنا أو في جسمنا بيفرز كمية ضئيلة من الهيبارين. عشان هيك غالبا مصدر حيواني بيطلعوه من الأمعاء تبعت البورسين اللي هو الخنزير، واللانج تيشو تبع البوفين اللي هو البقر. must be given parenterally، فيش منه orally. ليش؟ لأنه إذا انعطى parenterally بتدمر في الجهاز الهضمي، هو عبارة بالمناسبة عبارة عن سكر خماسي، وبالتالي لو أخذناه orally المعدة والجهاز الهضمي يتعامل معاه على أساس إنه complex carbohydrates ويهضمه ويكسروا ويحولوا لسكر بسيط. طبعا ما لوش علاقة، ما بيأثرش في الوند هيلينج، بس إذا المريض كان عامل عملي وفي شوية بليدنج خفيفة عنده، البليدنج هذا مش حيوقف، حيضله يستمر. الأكشن تبعه، نمرة واحد potentiate the inhibitory action of antithrombin 3، يعني بيزود اللي هو قدرة الدم انه يجلط الدم. لما اقول انتي ثرومبين يعني الثرومبين احنا قلنا بيلزم علشان يتحول الفايبرينوجين لفايبرين. طيب اذا انا يعني كيف اجيبلك اياها، لو انا في برلمان والبرلمان فيه عندنا معارضة 5 و10 معارضة، لما أنا أجي أعاضد المعارضة في الانتخابات الجاية، أدفع مصاري للحزب المعارض هذا عشان أقويه، بدل ما صار عنده 5 كراسي في المنصب صار عنده 10، هنا المعارضة بتزيد، وبالتالي بيضعف من قوة الحزب الحاكم. فأنا هنا لما أقوي من المواد اللي بتجلط الدم، كأني بقول إنه أنا بأخفف أو بزود سيولة الدم. فأنا الثرومبين، آسف أنا يمكن قلت العبارة بالغلط، الثرومبين بيلزم لتجلط الدم، فأنا لما قللت أو زودت الأنتي ثرومبين، وكأني بقول قللت الثرومبين، فأنا زودت الفرصة إنه يتجلط الدم. تمام. كمان ان اكتيفيت الثرومبين، اذا هاي وسيله اخرى بمنعها، انه بيعيق نشاط الثرومبين اند بريفنت ذا كونفرجن اوف فايبرينوجين تو فايبرين. اذا الخطوه الاخيره اللي قلنا انه عشان وجود الثرومبوبلاستين الفايبرينوجين بتحول لفايبرين، هو بيعيق الفرصه هذه، وبالتالي كل العوامل هذه، طبعا ما تحفظوش الكلام هذا بس للعلم، بتزود سيوله الدم. ليش بنستخدمه؟ تقريبا نفس الحاجات اللي حكيناها في الكومادين، to prevent extension of clot. هنا في معلومة مهمة لازم نقولها، سواء الكومادين أو الهيبارين، الكومادين والهيبارين بدوبوش الجلطة يا جماعة. طب ايش اللي بيعملوه؟ بيخلوا الجلطة ما تكبرش، يعني إذا حجمها مثلا 0.5 سم بيخليها ما تكبرش. طب كيف بعد فترة بتروح الجلطة؟ سؤال وجيه،
ما دام الهيبرين والوارفرين مذوبهاش، اللي بيخلي الجلطة تروح في حاجة في جهاز المناعة في الوايت بلاد سيلز تبعتنا اسمها فيجوسايتس. فيجوسايتس حتبدأ تأكل شوي شوي، كل يوم تأكل شوي شوي من الجلطة حسب حجمها، أسبوع أكثر أقل شوية بتتلاشى الجلطة هذه طالما إنه إحنا منعناها تكبر. استخدم to prevent thrombi and emboli from recurring. Recurring يعني إنها تحصل تاني، يعني مريض صار عنده جلطة في دماغه، جلطة في قلبه، بعد ما يتحسن وضعه بنديله هبارين. طبعا هبارين مشكلته قلنا ما بنعطاش إلا بارنترال، بعد فترة بده يكمل المريض كومادين، وفي حاجة هنحكي عنها بالنسبة للهبارين والكومادين مع بعض. Prophylactic from thromboembolic disease، خصوصا المرضى اللي ممكن يقعد في المستشفى في السرير لفترة طويلة، يعني مريض عمل ميجر سيرجري خصوصا إذا كان اختيار والله شيء، وممكن يقعد 4 5 أيام هذا وهو نايم في السرير، بنروح واحنا مدينه هبارين عشان ما يصيرش عنده الدي في تي. مريض رجليه تنتين مكسورات وجبصناهم وحيضلوا قاعد ومادد رجليه وقاعد في السرير وما تحركش، بنعطي له هبارين عشان ما يصيرش عنده دي في تي. بالتالي بنعطى بعد بعض التايبز اوف سيرجرز، قلنا ان المريض بيضطر يقعد لفتره طويله زي الكاردياك سيرجنز سيرجرز او الاورثوبيدك سيرجرز او الفاسكولار سيرجرز. بريفنت كلوتنج ديورنج هيموداياليسيس، المرضى اللي بيعملوا غسيل كلى، ما هو احنا قلنا الدم لما يطلع من جسمنا بتجلط، طب ليش هدول بتجلطش لما يطلع من جسمهم يعدي الماكينه ويتفلتر ويرجع لهم؟ لانه بنحط في السائل تبع غسيل المعده غسيل الكلى بنحط فيه شوية هبارين أو أنتي كواجولانت آخر. تريتمنت للدي أي سي، للديسيمينيتد انترافاسكولار كواجولوباثي، اللي هو استنزاف عوامل التخثر. المنطق بيقول طبعا هدول الناس بصير عندهم بليدنج، كيف الهبارين بيحد من الدي أي سي مش معروف بالضبط. كمان نعطيه للناس اللي صار عندهم أم أي كورونري أوكلوجن بعد الأم أي. خلينا نحكي هنا، طبعا المريض هذا الافضل انه نديله الادويه اللي بتذوب الجلطه زي الستريبتوكينيس اللي هنحكي عنه لاحقا، وبعد ما يستقر وضعه وتذوب الجلطه بنديله هيبارين عشان ما ترجعش الجلطه ويضل الفينز والارترز تبعته فتحه. الحين المريض هذا اذا بده ياخذ لفترات طويله 6 7 اشهر او بقيه عمره ياخذ كومادين، بيقدرش طبعا يضلوا على هبارين طول عمره انجكشن، لانه احنا قلنا يا سبكوتينيوس يا اي في تنعطى، فبدنا نحوله لكومادين لانه الكومادين اورالي ما فيش منه بارنتال. طيب في مشكله في الكومادين، الكومادين عشان يوصل للثيرابيوتيك ليفل بده 3 ايام عشان يوصل للثيرابيوتيك ليفل، وبالتالي هاي نقطه مهمه ان نتذكرها مش مكتوبه معكم، انه لما نخطط انه بدنا نوقف الهبارين ونحول المريض لكومادين بدنا ندي كومادين وهبارين مع بعض لمدة 3 ايام. اذا وقفنا الهبارين وبدينا الكومادين في نفس اليوم، يعني تعال اليوم الساعة 6 الصبح كان في جرعة هبارين وقفناها ودينا بدالها حبة كومادين، المريض هنا حيقعد 3 ايام كأنه ما بياخدش انتي كواجلانت، لان زي ما حكيت قبل شوية كومادين بده 3 ايام عشان يوصل للثيرابيوتيك ليفل، فبيضلوا نعطي التنين مع بعض. اليوم نقول مثلا السبت باخذ هيبارين وكومادين، الاحد باخذ هيبارين وكومادين، الاثنين باخذ هيبارين وكومادين، يوم الثلاث الصبح بنوقف الهيبارين وبنستمر في الكومادين، لانه في يوم الثلاث انه المريض صار باخذ 3 ايام كومادين فصار وصل الكومادين للثيرابيوتيك ليفل، فبالتالي بنكمل في الكومادين. نيجي للكونترا اندكيشنز، حلاقيهم نفس الكونترا اندكيشنز تبعت الهبارين تبعت الكومادين، لو بلاد ديس اوردرز وبليدنج تندنسز، المرضى اللي عندهم نقص في بعض عوامل التخثر وبالتالي دمهم فيه سيول الدم زي الهيموفيليا، او اذا المريض عنده هيموريز. بدنا ننتبه لكلمه جلطه، في بعض الناس بفرقش بين جلطه في الدماغ ونزيف في الدماغ.
الجلطة في الدماغ بنعالجها بهيبارين وكومادين. نزيف الدماغ مصيبة إذا بدينا للمريض هيبارين أو كومادين، لأنه هذا حيزود سيولة الدم وحيتزود النزيف في الدماغ. ممنوع نعطيه في الأوبن وونز اللي فيها بليدنج، عشان ما نقولش متعرض. قبل شوي قلنا إنه بعيقش الوند هيلينج، بس إذا في بليدنج بزود البليدنج. During surgeries of eyes or brains or spinal cords، لأنه أو أثناء أي عملية. بالمناسبة في نقطة مش مكتوبة عندكم في الكومادين، يا ريت تكتبوها، إنه المريض اللي بياخد كومادين لازم نوقف إذا بده يعمل عملية ولا يخلع سنه قبل العملية أو خلعة السن هذه بأسبوع، يوقف الدواء عشان يرجع معدل تخثر الدم تبعه نورمال. وبالتالي لو استمر ياخد الكومادين أو إذا بياخد هيبارين وخلعنا سنه وعملنا له عملية، مش حيوقف النزيف تبعه، حيضله ينزف عبين ما نعطيه الأنتيدوت. ممنوع نعطيه للستات في فترات معينة، طبعا الكومادين نفس الكلام، أثناء ما تجيها الدورة أو أثناء فترة النفاس بعد الولادة أو بعد ما تنزل بعد الإجهاض. أو any drugs or conditions affecting blood coagulation، إذا المريض بياخذ أي دواء بزود سيولة الدم زي الكيموثيرابي ممنوع نعطيه هيبارين. طبعا السايد افكتس له اللي هو الهيمورج. طب لو صار اوفر دوز حيبدا في نزيف عند المريض، يصير عنده نوز بليدنج، يصير في نزيف من انفه، هيماتوريا لو طلع في اليورين تبعه حيلاقي في بول فيها، بتيكيا اللي قلنا عنها نزيف تحت الجلد او اكيموسيس، بتيكيا بس حجمها بيكون صغير، او تارستول او اللي بنسميه ميلينا، انه لون تبع البراز بصير اسود وبصير بلزق زي الزفته نتيجه انه الار بي سيز اللي صار فيه نزيف طبعا، وهي ماشيه في جهاز الهضم، جهاز الهضم هضمها وكسرها واخذ الحديد منها واخذ البروتين منها فصار لونها اسود. كمان الهيبارين له انتيدوت، بس مش هو الانتيدوت تبع الورفرين، هذا قلنا فيتامين كي، هذا الانتيدوت للهيبارين هو البروتامين سلفيت اسمه. طبعا بنعطى فقط بارنترلي اما اي في او سبكوتينس. سؤال ليش بنعطوهوش اي ام، نعطيه سبكوتينوس، ايش رايكم؟ مين في بلاد فيزلز اكثر، سبكوتينوس ولا المصل؟ المصل اكيد. وبالتالي لو احنا اعطيناه اي ام واجى بالغلط في احد بلاد فيزلز بزود الفرصه للبليدنج، انما في ال السبكوتينوس البلاد سبلاي بتبقى محدودة، وبالتالي يفضل انه نعطيه سبكوتينوس مش اي في مش اي ام اقصد. الهيبارين بنقاس بالوحدة، بالتالي غالبا بده ما بين 5000 وحدة لا اكثر او اقل حسب وضع المريض. اذا اي في غالبا كل 12 ساعة، احيانا كل 8 ساعات او كل ساعات 6 ساعات حسب المريض، وإذا سبكوتينوس غالبا مرتين في اليوم. نيجي للنيرسين كونسيدريشن، should not be administered by IM، وحكينا ليش تنعطى باي ديب سبكوتينوس عشان نقلل اللوكال اريتيشن and to prolong the action of the drug، نقلل الامتصاص تبعه. ما بدناش يعني احنا معنيين انه يكون امتصاص بطيء عشان يقلل فرصة أو يقلل عدد جرعات اللي بياخذها المريض في اليوم. بدل ما ياخذ 3 أو 4 جرعات بياخذ غالبا جرعتين وأحيانا جرعة. طبعا ممنوع نعمل مساج بعد بالذات بعد الانجكشن للمنطقة اللي بدنا ندي فيها هذا، وهذا بشكل عام ممنوع نعمل مساج لأي سبتينوس دراج، لأنه قلنا المساج بيسرع الأبزوربشن في المنطقة وبزود امتصاص الدواء، وإحنا بدنا إياه يتم امتصاصه ببطء. Change the site of administration to avoid ecchymosis. Subcutaneous injection sites كلكم عارفينها، عندنا في الدراعين وفي البطن وفي الفخذين من قدام وفي الباتوكس من ورا، فهي صار عندنا 4 sites كل واحد في يمين وشمال. وبالتالي لو المريض باخذ الهيبارين يومين، ابدا بديك من فوق سيستماتيك، الصبح يمين الظهر شمال، بعدين على بطنك ثاني يوم الصبح يمين الظهر شمال، بعدين فخادك من قدام الصبح يمين الظهر المساء شمال،
على الباتوكس من ورا، الصبح يمين وايش المساء شمال. Instruct the client and stress the importance of reporting any signs of active bleeding. إذا المريض حس حاله إنه في مناطق صارت زرقاء من غير سبب، أو واحد خبط خبطة بسيطة وصارت زرقاء، أو صار نزيف في أنفه، أو صار ملدة أو هيماتيوريا، المفروض إنه يراجع الدكتور على طول. Use electric razors for shaving. طبعا بدنا نتجنب أي حاجة بتعمل bleeding، سواء كمان كلام هذا بيلزمنا الكمادين. إذا المريض بحلق بموس حلاقة ولا بشفرة حلاقة بلاش منها، يشتري له ماكينة اللي تحلق له دقنه كويس عشان ما ينجرحش. الست اللي بتخرط الملوخية على إيدها بلاش تخرط الملوخية على إيدك، لأنه بتزيد الفرصة تنجرح وتزيد البليدنج. أي حاجة ممكن تعمل بليدنج بدنا نبعد عنها. فرشاة الأسنان، بدنا فرشاة أسنان ناعم سوفت بريستل توث براش، لأنه إذا الخشنة ممكن تجرح اللثة أو ما شابه ويصير من مكانها بليد. Patient should be hospitalized for IV use. ما بنعطاش IV إلا في مستشفى. Subcutaneous بعطوه في الدور الأطباء، ما فيش مشكلة. Clotting time أو PTT أو partial thromboblastin time. لو بدنا يعني طبعا احنا قلنا كله هذا بعوضوه الأيام بالـ INR. بس لو بدنا نكون specific بدناش نستخدم الـ INR، الهيبارين نستخدم له بي بي تي بارشال بروتون بلانت تايم تيست، والهيبارين قلنا بنستخدم له البروثرومبين تايم بي تي، بس الاي ان ار بيستخدم للشكل. طبعا وقت ايش بدنا نعمل فحص هذا سواء اي ان ار او بي تي تي، لازم ينعطى بعد ما تبدا الثيرابي او العلاج لمده اسبوع في الفتره الاولى، بعدين يفضل انه كل يوم كل يوم، بس احنا عندنا الحمد لله ما بصيرش الكلام هذا، كل يومين ثلاثة لما بفحصوا للمريض. الدواء الثاني عندنا اليوم اللي هو إينو كسابرين صوديوم، أو كلكم بتعرفوه باسم كليكسان، بلاش الاسم الثاني، إنما كليكسان كلكم بتعرفوه. إذا هو أنتي كواجولانت لو موليكيولار ويت إيبرين، إيش يعني؟ يعني وزنه جزيئي قليل، يعني بيتم امتصاصه أبطأ، يعني بدل ما المريض ياخذ تو انجكشنز هيبرين بياخذ انجكشن واحد كليكسان في اليوم وخلاص. طيب لا يفضل انه نعطى في يعني هو بريجنانسي ريسك كاتيجوري بي، يعني ما فيش خطر كثير لو اعطيناه على البريجنانسي، عشان هيك حنشوف بدو في بعض حالات البريجنانسي الحين حنشوف ليش لما نحكي عن اليوس. ما بدي تحفظوا الاكشن تبعه، انما بشكل عام خلينا نقول بريفنت formation of لبعض clotting factors اللي هو بالذات فاكتور 10. indications مش هنجيب حاجة جديدة زي الهيبارين زي الكوماديل، مثل ال patients at risk for thromboembolic complications، مرضى وارد يصير عندهم embolism زي في حالات البلمنر embolism أو deep vein thrombosis due to severely restricted mobility، مريض اللي نايم في سريره بتزيد الفرصة إنه يصير عنده DVT. To prevent blood clots عشان نمنع الدم من الجلطة. In some cases في حالات البريجنانسي في حاجة بنسموها anti phosphoid syndrome، انه في حالات نادرة بتصير بلاد كلوت بتسدد الفين اللي في الامبليكال كورد. انا قلت الفين بالعمدة لانه الدم بدخل للبيبي عن طريق الفين وبطلع منه عن طريق الارتي. فالذات الستات اللي بزرعن، طبعا الفرصة هذه نادرة. طب ليش للستات اللي بزرعن؟ لانه نقول نادر الست تغلبت ولها 6 7 سنين وهي بتجري وبتزرع وبتاخذ علاجات للادا، وساعه ما تحمل زي ما بقولوا بتيجي الطوبه في راس المعطوبه ويصير عندها الانتي فوسفوليد سندروم وتيجي بلاد كلوت. طبعا اذا صار بلاد كلوت في الفين اللي في الامبليكال ارتري ببطل يوصل بلاد للبيبي والبيبي بموت. فبروفلاكتيك بعطوها كليكسان، كليكسان طول فتره الحمل صحيح، بتضلها كل يوم تاخذ انجكشن.
الجرعة تبعته 40 ملي جرام سبكوتينوسي ديلي، وهذا بيجي الدواء محطوط في السرنجة وجاهز، ما عليك إلا تفتح الغلاف تبع السرنجة هذه وتدي الميديكيشن للمريض. نيجي للكونترا انديكيشن، نفس الكونترا انديكيشن تبعت الهيبارين، هايبر سنسيتيفيتي تو كليكسان او هيبارين، او الناس اللي عندهم ثرومبوسايتوبينيا، او اكتف ميجر بليدنج، او ميجر بلاد ديس اوردرز، او كرياتينين سيرتن تايبس اوف ستروك. طبعا اقول سيرتن تايبس اوف ستروك بقصد فيها الهيموراجيك ستروك. ما تعطيش، ممنوع العطاء للاطفال. ممكن نعطيه بحذر للناس اللي عندهم سيفير هيباتيك او رينال ديزيز، او اللي عندهم ريتينوباثي نتيجه غالبا السبب الرئيسي لها الدايبيتس، الان كنترول هايبرتنشن. صحيح اشطبوا هذه هيمولوجيك ستروك، اشطبوها بعض حالات بكتيريال اندوكاردايتس، واشطبوا كمان جي اي بليدنج، لان واحد عنده بليدنج اكتف بليدنج ما بنعطيه اي حاجه تزود البليدنج عنده. كونترا اندكيشن في ريسنت هيستوري اوف السر، اذا المريض عنده السر في الجهاز الهضمي تبعه او في اي مكان. وين احنا؟ معلش انا شويه. اذا المريض عنده اي نوع من البليدنج ممنوع اعطيه، إذا في أي هيستوري من بيبتيك ألسر لأنه بتزيد الفرصة للبليدنج. قلنا في حالات الحمل لا يفضل أن نعطيه إلا في حالات إذا سكين أن المريض يكون عندها أو ممكن يصير عندها أنتي فوسفوليبيد سندروم، في حالات بريست فيدنج وقلنا ممنوع ينعطى للأطفال. الأدفيرس رياكشن تبعته على السنترال نيرفس سيستم ممكن يعمل ديزنس وهيدك وانسومنيا وكونفيوجن. اللي بيهمني اكتر حاجه تحفظوها انا انه بعمل بليدنج او بزود الفرصه للبليدنج. نيرسين كونسيدريشن، بدنا نعمل مونيتورنج للسي بي سي والبليتلتس، بدنا نراقب الاي ام ار اكيد، ونشوف اذا المريض بصير عنده بروزنج او ايكوموسيس او بتيكيا او بول، دم بيطلع في البول او في البراز لازم يبلغ الطبيب بسرعه. انستراكت بيشنت تو برومبتلي ريبورت ايريجولار هارت بيت إذا حس إنه ضربات القلب مش منتظمة، أو في بليدنج أو بروزنج أو لسته تم لما يغسل أسنانه وصار منها نزيف يبلغ الدكتور. teach the patient safety measures اللي حكيناها قبل شوية، بعد عن الألعاب العنيفة، يتجنب الأدوات الحادة، يفرش أسنانه بفرشاة ناعمة عشان ما يصيرش عنده منها بليدنج. نيجي للفايتوناديون او فيتامين كي وفيتامين، واحنا ليش حاطينه هذا؟ لانه هذا قلنا الانتيدوت للبروترومبين، وبالتالي بنعطيه للناس اللي عندهم نقص في البروترومبين، علشان اللي ما عندوش فيتامين كي ما بقدرش يصنع الليفر تبعته، بتقدرش تصنع بروترومبين. طيب لمين بنعطيه؟ للناس اللي عندهم هايبوبروترومبينيميا نتيجة انتي كواجولانت ثيرابي، بين قوسين نتيجة الوارفرين، نتيجة كومادين، او اذا في اي سبب اخر بعمل نقص في البروترومبين. Prevention and treatment of hemorrhagic diseases of the newborn، طبعا او خلينا نقول للنيوبورن بنعطي له فيتامين كي هيك على طول من غير مشاكل اول ما ينولد، لانه احنا قلنا احد المصادر الرئيسيه لفيتامين كي هو النورمال فلورا الموجوده في جسمنا. طيب اذا المريض هذا او البيبي هذا اول ما ينولد بيكون الجي اي سيستم تبعه استغل، وبالتالي ما عندوش في الجي اي سيستم تبعه ايكولاي، طالما ما عندوش ايكولاي مش حتصنع له فيتامين كي، وطبعا هو ما بوكلش وبيشربش اليوكل يصير عنده فيتامين كي من الاكل، فقبل ما يطلع من الكشك تبع الولاده بنروح واحنا معطينه نص من الجرام لواحد من الجرام فيتامين كي اي ام، وهذا لازم ينعطى في اول ساعه من الولاده عشان نقلل الفرصه انه هذا البيبي يصير عنده بليدي. كونترا اندكيشن لفيتامين كي، معلش العنوان هنا غلط، كونترا اندكيشن
كنت انديكيتد للناس اللي عندهم حساسية، بنعطى بحذر للستات الحامل واللي بترضع والأطفال. طبعا هو ما دام بيعطيه للناس اللي عندهم نقص في البروترومبين من بعض الادفيرس رياكشن تبعته، انه بزود البيليروبين في الانفنتس. لما نعطيه اي ام طبعا حيعمل، هذا تذكروه، لانه حيعمل بين وسويلينج في رجل البيبي، وبالتالي هذا البيبي لو بيتكلم اللي عمره ساعة قلنا في خلال ساعة لازم يعطى، ليسب أبونا وأبو اللي خلفونا، لأنه إحنا عملنا له واوا في رجله. بالتالي ممكن يعمل تندرنس وبين وسويلينج في الانجكشن سايت. يمكن هاي اللي بيقول اتذكروا لي اياها، الباقي ما فيش مشكلة انسوه. بالنسبة للترومبوليتيك ايجنتس، احنا تذكروا كل الانتيكواجلانس اللي حكينا عنهم، قلنا ما بتدوبش الجلطة، بتخلي الجلطة ما تكبرش. ايش اللي بدوب الجلطة؟ هدول العوامل، ترومبوليتيك، ترومبو من ترومبس وليتيك من لايسيس، اذا العوامل اللي بتدوب الجلطة. These agents used to promote the dissolution of the lysis of blood clot او insoluble fibrin. إذا لأن البلاد كلوت هي عبارة عن فايبرين اللي قلنا ما بدوبش، أو عبارة عن نوع من أنواع البروتين بدوبش، وصار ومعلق فيها أو ملزق فيها البليتلتس. فلما أنا أدوب الفايبرين بتدوب الجلطة. The most serious complication لهم طبعا الهيموريج. طبعا غالبا بعد ما أعطي الستريبتوكينيز زي ما هنحكي عنه، اللي هو الانزيم الدواء اللي جاي كمان شويه، بعد ما اعطيه وتدوب الجلطه، زي ما قلت في بدايه محاضره امبارح انه بنكمل عليه هيبارين، وبعد فتره بنكمل الهيبارين مع الكومادين لمده 3 ايام، بعد هيك بنوقف الهيبارين بيستمر المريض على الكومادين. عندنا الدواء الاول في المجموعه اللي هو الستريبتوكاينيز، اللي هو ثرومبوليتيك ايجنتس، يعني بدوب الجلطه. هذا كل اللي بيلزم تعرفوه. اكت از بلاش الكلام هذا، خلينا بس بدوب الجلطه وخلاص. بينعطى، سبوك من الكلام هذا، انه بينعطى غالبا لمين؟ للمرضى اللي عندهم مايوكارديال انفاكشن. طبعا ممكن نعطيه لديب فينا ثرومبوسز وتو كلير اوكلودد انترافينوس اي في كانيون او ما شابه، بس هذا ميديكيشن غالي جدا، وبالتالي بنخليه للحاجات اللي بتستاهل زي المايوكارديال انفاكشن. طبعا اهم سايد افكتس له بليدنج. ابن عم الستريبتوكاينيز اللي هو اليوروكاينيز برضه بينعطى عشان يدوب الجلطه، وبعده بنكمل الهيبارين. نيجي حاجه اسمها انتي فايبرينوليتيك ايجنتس، يعني حاجه ضد الحاجات اللي بتدوب الفايبرينوجين، يعني ضد الضد بصير سالب في سالب بصير موجب. يعني هذه الأدوية بتزود تجلط الدم. هو دواء واحد الصحيح في المجموعة، ترانكسيميك أسيد أو الهيكساكربون أنتي فايبرينوليتيك ايجنتس، يعني طالما بيمنع تحلل الفايبرين يعني بيزود الفرصة لتجلط الدم. ليش بنعطيه؟ prevention of heavy bleeding، عشان يوقف النزيف، زي اذا صار الستات او بعض البنات بتجيها الدوره يعني هيفي شويه تنزف كتير، اذا في نوز بليدنج وما قدرناش نسيطر عليه انه نضغط على انف المريض نسده، او مريض صار عنده نزيف حاد بعد ما خلعنا سنه، خصوصا الناس اللي عندهم هيموفيليا، او مريض صار بقى ياخذ هيبارين وصار اوفر دوز للهيبارين وصار في بليدنج نتيجه الهيبارين الزياده، بنعطيه الانتيدوت، وممكن نعطيه الهكساكاربون عشان يوقف البليد. ممنوع ينعطى في حالات البريجنانسي اطلاقا، لانه اذا زود تجلط الدم وصارت بلاد كلوت وسددت الامبليكال كورد، المريض هذا او البيبي هذا مات. ممكن نعطيه في البريست فيدنج، ممنوع نعطيه في البريست فيدنج، او اذا في هيستوري اوف ثرومبوليتيك ديزيز، اذا المريض كان عنده قبل هيك هيستوري انه جسمه بكون جلطات،
اذا اعطيته الميديكيشن هذا بزود الفرصه انه ترجع الجلطات عنده، او المرضى اللي عندهم كدني بروبلم او بليدنج ديس اوردرز او منسترال بليدنج. لا اشطبوهم هذول، لانه بنعطيهم بليدنج اللي عندهم بليدنج ديس اوردر ومنسترال بليدنج بنعطيهم فيهم عشان نوقف البليدنج. سايد افكتس انهم نوزيا او فوميتنج. النيرسينج كونسيدريشن عشان نمنع الجي اي بروبلمز بنعطيه مع الاكل. اذا تو اوفركم جي اي بروبلم انستراكت ذا بيشنت تو ايت ليتل اند اوفتن او مع الاكل. ليش ليتل اند اوفتن؟ عشان نمنع النوزيا والفوميتنج. وما دام بيعمل نوزيا ممكن نقول للمريض خد دراي كربوهيدراتس زي ما حكينا الكلام هذا في الانتي كواج في الكيموثيرابي، فعشان ما يصيرش نوزيا وفوميتنج بنقول له خد كراكرز بسكوت بسماط او توست محمص. teach the patient to drink plenty of fluids عشان يقلل الفرصة لتكوين الجلطات. watch for thrombus or embolus formation علامات التجلط. طبعا اكثر شيء ممكن تصير دي في تي، ومن علاماتها بطة الرجل بتصير خميلة وبتصير رجل المريض سخنة وبتصير حمراء وبتصير في الوجع في رجل المريض. teach the patient to report sudden slurred speech. لاحظوا هذه علامات اللي هو انه صارت جلطة عند المريض. slurred speech يعني صار فيه جلطة في دماغه، يعني تلعثم في الكلام. او loss of coordination علامة جلطة في الدماغ. او pain in the chest علامة pulmonary embolism. او في الجروين علامة جلطة في blood vessels في lower legs. او في الليج في الرجل معناتها ديفيتي. اذا صارت الحاجات هذه لازم المريض يوقف الدواء ويراجع الطبيب بسرعة عشان يعمل ايفالويشن، لان الحاجات هذه اذا التحقت بدري الكومبليكيشنز تبعتها بتكون اقل. If any of these occur stop taking the medication. طبعا هذا اول حاجة انه ما ياخذش الجرعة الجاية ويشوف الدكتور تبعه. هيك بنكون خلصنا، استودعكم الله وإلى لقاء جديد إن شاء الله.